السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدواجن اليوم 25/6/2020 في مصر. الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 31 جنيه و46 جنيه. الدواجن البيضاء ما بين 25 جنيه إلى 40 جنيه. الدواجن البلدية المبردة ما بين 29 و38 جنيه. الدواجن البيضاء المبردة ما بين 29 و42 جنيه. شفاكم الله وعافاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.